سمير ايتبو هادي مدير ثانوية أبطيح التأهيلية بأي تورير. في البداية أود أن أشكر الإدارة وجمعية الأباء بثانوية الفراهيدي على الاستقبال، كما أود أن أشكر فريقين، فريق أبطيح وفريق الفراهيدي بالأقسام الداخلية، على كذلك الروح الريادي التي مرت فيها المباراة، وهذا كذلك كان شعار هذه المباراة الودية سواء بين أبطيح والفراهيدي بأي تورير أو بأمزميدو، هو جميعا من أجل ترسيخ التسامح والسلوك المدني والمواطنة وتصدي للسلوكات المشينة بالوسط المدرسي. كما أشكر السلطات المحلية بأي تورير وكذلك أمزميز على تعاونهم ومجهوداتهم الجبارة من أجل كذلك الحد لبعض الظواهر المشينة بمحيط المؤسسة على المستوى الخارجي، وأملنا وهو تفعيل الحياة المدرسية بجميع المؤسسات التعليمية بالحوز من أجل تجويد التعلمات الدراسية، ولما لا احتلال الرتب الأولى على المستوى الوطني بمديرية الحوز. والشكر موصول لأمزميز الآن ومنبر الحوز على التغطية الإعلامية، وشكرا لكم.